أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الزواج بنية الطلاق إذا كان من طرف الزوج فقط ولم يكن فيه اتفاق بين الزوجين؟ لا يجوز، هذا خيانة، هذا خيانة لها ولي هي تظنك زوج لها مطلقة، وأنت تنوي خلاف ذلك أنك تريد فترة معينة بها، هذا خلاف ما يزوجوك عليه، هذه خيانة ولا يجوز هذا، هذا يشبه المتعة، متعة منوية. نعم.